بسم الله، صلاة وسلاما على رسول الله، والحمد لله رب العالمين. محاضرة السيلف كونسبت. طبعا محاضرة السيلف كونسبت هنعرف، بص، هو معناها معلوماتك عن نفسك، خلاص، او معتقداتك عن نفسك. انت مفهومك لنفسك، اللي هو مفهوم، تمام، مفهوم الذات او مفهومك لنفسك، معناها بالعربي هيضمن كل اللي احنا هنقوله بعد كده. بس يا شباب، الحاجات اللي كانت ملغيه منها او الدكتوره قالت ما تركزوش عليها، الفاكتورز، وزي وكالعاده هنقراها، والديفلوبمنت بتاعها، وبالاضافه كمان للويز. الثلاثه دول مش معايا، يبقى اقولهم تاني، الفاكتورز والديفلوبمنت والويز، تمام. البقيت معايا. هي محاضره سهله ان شاء الله. اول حاجه، يعني ايه سيلف كونسبت؟ زي ما قلت لك، هو كولكشن اوف بليفز اباوت اون سيلف، يعني مجموعه من المعتقدات عن نفسك. بشكل عام السيلف كونسبت امبادي الانسر تو الكويتشن هو ام اي، انا مين. اتس الايمج ذا ايديا وي هاف اباوت اور سيلفز، يعني هي عباره عن تخيل للفكره اللي انت واخدها عن نفسك. ات كان بي سوت اوف از اور بيرسبشن، يعني ادراكنا عن قدراتنا وتصرفاتنا الكاركتر مميزاتنا. يبقى هي معناها بالعربي يا ابني هيخليك تجيبها ان انجلش، سيلف كونسبت مفهومك عن نفسك، انت مين ومعتقداتك ايه وتخيلاتك ايه وقدراتك ايه وصفاتك ايه، و و و و و. طيب تعريف تاني، هي our personal knowledge of we are، يعني معرفتنا عن احنا مين. encompass of our thought، كل معتقداتنا ومشاعرنا عن نفسنا، وسواء بقى physical او person او emotion او social، اي حاجة. السيلف كونسبت يا شباب تشمل برضو معرفتنا بتصرفاتنا وكابابيلتيز قدراتنا وان individual character ومميزاتنا. it's shaped and influenced by our knowledge، يعني هي يا جماعة بتتأثر بمعرفتنا والinteraction بتاعنا مع البيئة اللي حوالينا، يعني على حسب، تمام. يبقى هي بتتأثر بمعرفتنا او بتفاعلاتنا مع البيئة اللي حوالينا. مش فاهم يا شمس دلوقتي، سي ان انت تعاملاتك والله مع اهلك مدينك ثقة بنفسك وبتاع، والبيئة اللي حواليك مشجعاك وبتاع، فتكون بني ادم واثق في نفسه. طب لو العكس، واللي حواليك بيحبطوك والكلام ده، فمش هتكون واثق في نفسك، وبالتالي مش فاهم نفسك كويس. فعلى حسب، فهو بيقول لك ان الموضوع ده بيتأثر بالبيئة اللي حواليك، يعني ثقتك بنفسك، مش عايزة اقلبها للسيلف استيم، بس برضو مفهومك لنفسك بيتأثر بالبيئة اللي حواليك. خلاص، يبقى الموضوع سهل جدا يا شباب. سيلف كونسبت معناها مفهوم نفسك، انت مين، ويعني مميزاتك، قدراتك، كل الكلام ده كله. خلاص، هي معرفتك بنفسك وازاي بتتفاعل مع اللي حواليك، وبتتأثر كمان بتفاعلك مع اللي حواليك. مفهومك لذاتك، مفهومك لذاتك. خلاص، زي ما انت شايف يا صديقي، هو عامل لك الدايره دي، انا حاول اقرا اللي فيها مع اني مش، يعني مش واضح لي قوي. اول حاجه سيلف كونسبت، هفهم نفسي ازاي يا شمس. اول حاجه سوشيال، علاقتك باللي حواليك، values، القيم دي والله سودة قوي مش شايفاها خالص، دي abilities، قدرتك، جول، اهدافك. خلاص ولا ايه؟ يبقى هي بتشمل كل ده. انا هفهم نفسي من ده كله. تفهم نفسك اجتماعيا وازاي بتتفاعل في اللي حواليك، بتكون مفهوم ذاتك من المجتمع اللي حواليك. القيم بتاعتك برضو، بتفهم قيمك، بتفهم اهدافك، بتفهم قدراتك، بتبقى فاهم كل ده. فاهم حاجة؟ طيب يبقى ده مين؟ ده السيلف كونسبت. انا فاهم نفسي انا مين، وفاهم نفسي وقدراتي وزي الفل. بعد كده هنتكلم على الفيتشر، صح، بتاعه السيلف كونسبت، الملامح بتاعه مفهوم نفسي. قال لي هو توتال الايديا ذات ا بيرسون هولدز اباوت ذا سيلف، يعني باختصار بردك الافكار اللي انت واخدها عن نفسك. اكيوميليشن اوف النولج اباوت ذا سيلف، معرفتك عن نفسك. انكلود ايفري سينجل بيرسون بيليفز تو بي ترو اباوت هيم سيلف او هير سيلف، يبقى بتشمل اي شيء انت بتعتقده عن نفسك، اي شيء انت قايل ان انا والله فلان فيا 1 2 3، يبقى اي حاجه بتنسبها لنفسك، او اي حاجه بتقول والله انا كذا انا كذا انا كذا، كل معتقداتك عن نفسك. تمام. انكوبريت تريتس والبريفرنس والفاليوز والبيليفز والانترستس، يبقى هي بتشمل ده كله، بتشمل القيم والاهداف واهتماماتك وكل الكلام ده كله. وبرده بتتكون من الريلاتيف بيرمننت سيلف اسسمنت فايندينج، بات ات ديفلوبس اند تشينجز اوفر تايم وذ لايف اكسبيرينس اند ريليشن شيبس ذات انفلوينس البيليفز اباوت سيلف، يعني بيقول لك ايه، هي بتشمل برده يا شباب الاسسمنت او تقييم نفسك الدائم، ريلاتيفلي بيرمننت سيلف اسسمنت فايندينج، تمام. يعني انت دايما بتعمل تقييم دائم لنفسك، بتعمل ايه؟ تقييم دائم لنفسك. فهو بيبط it develops and changes over time، تقييمك لنفسك ده بيتطور وبيتغير مع الوقت بواسطة خبرات الحياة وبواسطة علاقاتك ومعتقداتك اللي بتأثر على نفسك. فاهم حاجة؟ يبقى مفهومك لذاتك بيتغير مع الزمن. مفهومي لذاتي بيتغير مع الزمن. it's not restricted to the present، يعني هو يا شباب مش مقتصر على الحاضر، لا، ده بيشمل كمان الماضي والمستقبل. it's multi-dimensional construct، يعني
يعني هو متعدد الاتجاهات، يشير إلى إدراك أو إدراكك لنفسك أو فهمك لنفسك، علاقتك علاقتك اللي هو مثلا صفاتك الاكاديميك، الجندر، راشيال ايدنتيفاي، ميني اذرز، يعني هو ان ريليشن تو اني ا نمبر اوف كاركتر، يعني هو له علاقه بحاجات كتير، او مفهومك لذاتك له علاقه بحاجات كتير زي الاكاديميكس. هو هنا بيقول يا شباب ان هي متعدده الاتجاهات، هو ادراكك لنفسك بيكون له علاقه بمميزاتك، زي مثلا مميزات الاكاديميك، اكاديميكس يعني جامعي او نظري حاجه شويه كده، جندر رولز اللي هو نوع الجنسين ولد ولا بنت باين، راشيال ايدنتاي، انا بسرعه، اند ميني اذر. ماشي شباب، المهم يعني ان هو برضو له علاقه. والله بصوا يعني انا ايه، مش هبخل عليكم بحاجه، انا هجيب لكم الترجمه لان انا تعبت. تحديد عقلاني، تمام ماشي، تحديد عقلاني وبتاع. basic self concept is each person own subjective assessment result، يعني بيقولك ان مفهوم ذاتك ده دي حاجة subjective انت اللي بتقولها عن نفسك يعني، تمام. self concept برضو تشير الى الاction والmotivation والexpectation والgoals for future، يعني مفهومك لذاتك برضو بيرشدنا الى افعالك وحركاتك والحاجات يعني اللي بتحفزك، او توقعات واهدافك بالنسبة للمستقبل لو انت فاهم نفسك كويس. فبالتالي مثلا والله احنا شايفينك انك شطور وانت فاهم نفسك انك شطور وداع، فده هيأثر على اهدافك، هيأثر على توقعاتك، هتبقى دايما طموح وكده، فاهم؟ طيب يبقى يا شباب عذرا، اول حاجه كلمه سيلف كونسبت معناها انك فاهم نفسك، عارف انت مين وافكارك ومعتقداتك والكلام ده كله. الفيتشر يعني الملامح، مش عايزاك، هي مش صعبه بس ركزوا، اول ملمح خالص بيقولك ايه الكلام المثالي، ان انت عارف ايه فكرك عن نفسك، تمام، عارف نفسك، ده بيشمل ان كل حاجه عارفها عن نفسك المفروض انها تكون صح، يعني ما تكون فاهم نفسك صح يعني، واخد بالك انت. طيب ده بيشمل ايه؟ القيم والبليفز والانترست والبريفرنس وكل حاجه، تمام. بعد كده بيقول ان تقييمك لذاتك دي حاجة دائمة وبتتطور مع الوقت وبتتغير، فاهم؟ يعني انت على طول بتعمل تقييم لنفسك، ودي حاجة بتتغير مع الوقت وبتتأثر بالخبرة بتاعتك، وكمان بتتأثر بمعتقداتك مع الوقت. وخد بالك انها مش مقتصرة بس على الوقت الحاضر، لا، ما فيها ماضي وفيها مستقبل، واي انها متعددة الاتجاهات، يعني اكاديميك بقى، وبتتحتمد برضو يعني هي بتعتمد على او في علاقة ما بينها وما بين المنطق او العقل اللي هو راشيال ايدنتيفاي اللي هو التحديد العقلاني، في ما بين برضو ما بينها ما بين علاقة ما بين الولد والبنت، كل واحد بقى فاهم يعني، كل دي حاجات بتأثر فيها سواء ولد او بنت، ماشي، اللي هو ليها علاقة يعني، ليها علاقة بشوية حاجات زي الاكاديميك والنوع سواء ولد او بنت، او التحديد العقلاني ده بيفكر زي وده بيفكر زي، طبعا ما احنا عقولنا برضو بتختلف، كل واحد بيفكر بشكل مختلف يعني، فاهم؟ فدي يقصد ده المغزى يعني، ده المغزى من الحته دي. يبقى هو في قلنا مش بس مقتصر على الحاضر، لا ده كمان في ماضي ومستقبل، واتفقنا ان بيتاثر بالنوع او بيتاثر بالتحديد العقلاني وبتاع. بعد كده بيقول لك ان السيلف كونسبت او مفهومك لذاتك هو حاجه سبجكتيف، يعني حاجه انت اللي بتقولها، حاجه تبعك يا صديقي، حاجه تخصك انت، فاهم؟ نتائج تخصك انت، انت اللي بتقيم نفسك مش انا. برضو السيلف كونسبت بيرشدنا للاكشن والموتيفيشن والاكسبكتيشن والاهداف للمستقبل، كل ما انت فاهم نفسك كويس فده بيخليك تحدد ايه هي افعالك اللي هتعملها بعد كده، توقعات اهدافك للمستقبل، صح ولا ايه؟ لو انت فاهم نفسك كويس هيخليك تحدد كل حاجه في حياتك، صح؟ تمام. بعد كده بقى الامبورتنس بتاع السيلف كونسبت، ايه بقى اهميته؟ طيب بعد كده من الحمد لله والشكر لله خلصنا بقى يا شمس اللي انت بتقوليه ده كله والهبل ده، مش عارفه ان حاسه محاضره سهله بس وقت مقلقه منها، اللي هو ايه ده، مالك انت طيبه ليه، في حاجه كده مخبيها. المهم بعد كده يا شباب زي ما قلت لكم هنتكلم على الامبورتنس، اهميته ايه، اهميه يا شمس ان انا اكون عارف نفسي، ده هيأثر على طريقتك في تعاملك مع الاخرين، وبرده انك تكون فاهم نفسك كويس ضروري انك تعرف تتفاعل مع الاخرين. اما بقى لو مفهومك لنفسك ضعيف على الجانب التاني، ده هيدمر distort الفيديوال perception of how others see him، تمام، ازاي التانيين بيشوفوك، وهيخليك حاسس باحساس كده insecurity، مش حاسس بالامان، واخد بالك انت. يبقى تاني يا شمس ايه اهميه ان انا اكون، ايه اهميه يا شمس ان انا اكون فاهم نفسي؟ زي ما قلت لك اول حاجه انك تفهم نفسك كويس، ده بيأثر على طريقه تفاعلك او تصرفك مع الاخرين، وبرده لما تكون واثق في نفسك دي حاجه ضروريه جدا لفهم التانيين وكده، ماشي. لو
ثقتك ضعيفة بنفسك، فده بيشوه إدراك الآخرين، بيشوه إدراكك عن إزاي التانيين بيشوفوك. ليه؟ يعني الموضوع بيقول إيه؟ فقد الشيء لا يعطيه. لما أنت ذات نفسك مش فاهم نفسك، فإزاي هتكون مطمن للي حواليك؟ واخد بالك انت؟ فلو ثقتك ضعيفه بنفسك ده هيشوه ادراكك باللي حواليه، هيخليك اللي هو اللي حوالينا شايفيني ازاي، دايما قلقان بتاع، فاهم انت الفكره؟ تمام، بيدوك احساس كده بعدم الامان. يعني ماشي يا ابني؟ ماشي. طيب يبقى ركز كده معايا يلا يا شباب بسرعه. يبقى دلوقتي زي ما قلت لك، فهمك لنفسك ده بيأثر على طريقتك في التصرف مع الآخرين. فهمك لنفسك ضروري جدا لتفاعلك مع الآخرين. لو انت مش فاهم نفسك كويس فده هيشوه إدراكك عن رؤية الآخرين ليك، هيخليك حاسس ان كل الناس شايفك مش حلو او بتاع، فاهم انت الفكرة؟ فبالتالي هتحس بعدم الأمان. طيب ايه هي العوامل يا شمس اللي بتأثر بقى على السيلف كونسيبت؟ ايه هي العوامل اللي بتأثر على مفهوم الذاتي او إدراك الذاتي؟ اول حاجة علاقتك بالعيلة، ودي شرحناها اثناء الكلام. لو عيلتك بتقدم لك الدعم هتكون واثق في نفسك وهتفهم نفسك كويس. العكس العكس. طيب برضو الانتليجنس والابيليتيز، وكلمه بير انا فكستها لاني مش عارفه معناها فلسه هدور عليها، استنى بقى يعني. ماشي. طيب انتليجنس والابيليتيز اللي هو ذكائك وقدراتك، دي طبعا عوامل بتاثر على مفهومك نفسك. كل ما انت مشغل دماغك وعندك قدرات وبتاع ده يخليك فاهم نفسك كويس، لكن لو انت مأنتخ ونام في الخط هتفهم نفسك ازاي والنبي؟ سوشيو ايكونوميك ستيتس، وكمان حالتك سواء الاجتماعيه او حالتك الاقتصاديه، ونيمز والنيك نيمز اسمك. يعني ايه يا شمس؟ بص هو دي حاجه ممكن تكون مسببك نوع من انواع الاحراج. يعني دلوقتي انت حاسس ايه؟ بعدم ثقه، مش فاهم نفسك بتاع، يعني اللي هو منعزل بتاع، لان اسمك مثلا مش عاجبك او ده اسم مش احسن حاجه، بيخلي ثقتك بنفسك مهزوزه او ادراكك لنفسك مش احسن حاجه، ابييرانس مظهرك. كل دي يا جماعه حاجات بتاثر على نفسيتك. تمام. على فكره انا ترجمت كلمه بيرس طلعت معناها الاقران. الاقران يعني اخواتك. اكيد فاهم انت الفكره. طيب يبقى احنا قلنا الامبورتانس بتاعها. طيب وتاني حاجه يا شباب بنقول ان قلنا ايه العوامل اللي بتاثر على مفهومي النفسي؟ علاقتي بعيلتي وباللي حواليا سواء بعيلتي او باخواتي، ذكائي تمام وقدراتي دي برضو بتاثر على مفهومي الذاتي، حالتي سواء الاجتماعيه او حالتي الاقتصاديه بتاثر على مفهومي النفسي، اسمي وكده، ابييرنس مظهري، كل دي حاجات بتكون عندي انطباع عن نفسي. زي ما قلت لك علاقتك بعيلتك هيخليك تحس من جواك تفهم نفسك، هل انت بني ادم قوي وقادر تواجه العالم بدعم عيلتك ليك، ولا بني ادم منعزل وخايف؟ بيرز علاقتك باخواتك كذلك، ذكائك وقدراتك هل مخليك واثق في نفسك وفاهم نفسك كويس ولا العكس؟ تمام. سوشيو ايكونوميك حالتك الاقتصاديه مخلياك كويس ولا مخلياك برضو مكتئب وحاسس انك ما معكش والكلام ده؟ وكذلك حالتك الاجتماعيه، اسمائك سواء اسمك هل مثلا مسبب لك اي نوع من انواع الاحراج فمخليك دايما معزول او مش واثق في نفسك، ولا حتى اسماء عيلتك او جدودك او ابوك او الكلام ده كله، ابيرنس مظهرك هل برضو مخليك واثق في نفسك ولا العكس؟ فاهم انت الفكره؟ طيب بعد كده يا شباب دخلنا في كارل روجر كومبوننت بتاع السيلف كونسبت. ده عالم اسمه كارل روجر. تمام. الكارل روجر ده ماله؟ قال لي ده واحد من مؤسسين الهيومناستيك فيسيولوجي. ولعلمكم بس عشان ابقى اكون ريحت ضميري، الفاكتورز دي المفروض ان العنصر ده يعني الدكتور قالت مش هتركز عليه. تمام ماشي. طيب نيجي يا جماعه، كارل روجر هو واحد من المؤسسين بتوع علم الفسيولوجيا الانسانيه، فهو اللي عمل مصطلح الايه سجست ذات سيلف كونسبت. اقترح ايه بقى؟ قال ان السيلف كونسبت دي ثلاث حاجات او مكونه من ثلاث عناصر: سيلف ايمج، صورتك عن نفسك، سيلف استيم تقديرك لذاتك، وايديال سيلف النفس المثاليه. خلاص مين اللي قال الكلام ده؟ عم اسمه كارل روجر. تمام. انتوا كنتوا واخدين سيتزبرجر لو فاكرين، سوري سيتزبرج، وقلنا ان سيتزبرجر ده عرف ايه هي السوشيال كومبتنس، وقال سوشيال كومبتنس اللي هو كفاءه، فقال انك تتفاعل انتراكت ويل وذ الاذرز، يعني انك تتفاعل كويس مع الاخرين. مين اللي قال الكلام ده؟ سيتزبرج. كان في محافظه في محاضره السوشيال كومبتنس لو فاكرين، في عالمين تانيين مش عارف كانوال وسوان باين، فهم اللي قالوا الاربعه كارك بتوع برضو السيلف كومبتنس، اللي هو بقى انك تكون سكالفول لا هو مش انك تكون، اللي هم يعني قالوا حاجه اللي هو الصفات او الكاركتر بتاع السيلف كومبتنس، يعني الكومبتنس عشان ما لخبطكوش. لكن كارل روجر ده هو اللي قال الثقه، السيلف كونسبت اللي هو ثقتك بنفسك او اللي هو مفهومك لنفسك. ده مين؟ كارل. اسمه مين؟ كونسبت كارل، علموها كده كونسبت، يبقى كارل. تمام. يبقى كونسبت هو مين؟ هو كارل روجرز.
ماله بقى يا شمس كارل روجر؟ قلناه هو واحد من المؤسسين، فهو قال ان السيلف كونسبت دي ثلاث حاجات. اول حاجه السيلف ايمج. سيلف ايمج الصوره بتاعت نفسك. اتس ذا واي وي سي اور سيلفز، الطريقه اللي احنا بنشوف نفسنا بيها، تخيلاتنا عن نفسنا. تشمل وات وي نو اباوت اور سيلفز، احنا عارفين ايه عن نفسنا سواء جسديا، والله بقى الشعر والعين الزرقاء والعين الخضراء والطول والكلام ده، او حتى دورنا المجتمعي، هل انا يعني اخت، زوجة، اخ، النوع يعني. وكمان البيرسوناليتي تريتس، زي مثلا هل انا شخصيتي عاملة ازاي، صفاتي عاملة ازاي، هل انا والله شخص بيحب الخروج ولا اوبن مايند، ولا شخص جاد وحازم، ولا شخص طيب، ولا ايه بالظبط. خلاص فهمت الفكرة. اما سيلف استيم بقى هو تقديرك لذاتك. كلمة تقدير يعني فاليو، القيمة اللي انت مديها لنفسك. We place up in ourselves. Individual level of self-esteem are dependent on the way we evaluate ourselves. يعني ثقتك تقديرك لنفسك ده بيعتمد على الطريقة اللي انت بتقيم بيها نفسك. كل ال evaluation ده بيعمل incorporate our personal comparison to others. يعني التقييم ده يا جماعة بيعمل دايما مقارنة مع الآخرين. تمام، يبقى incorporate our personal compassion to others and will add others responses to us. وازاي التانيين برضو بيستجيبوا معانا، واخد بالك؟ يبقى اول عنصر خالص قلناه اسمه سيلف ايمج. يبقى مين يا جماعه اللي حط الكلام ده، او اللي قال ان السيلف كونسبت مفهومك لذاتك بيتكون من ثلاث حاجات، سواء صورتك عن نفسك او تخيلاتك عن نفسك، سواء بقى وانت واقف قدام المرايه شعرك ولونك وبتاع والصفات بتاعتك وكده. مين اسمه؟ كارل روجر، مؤسس علم الانسانيه، قال ان السيلف كونسبت تلات عناصر. سيلف كونسبت يعني مفهومك عن نفسك. قال والله يا شمس اول حاجه خالص مفهومي النفسي سيلف ايمج، صورتي قدام المرايه على طول، تخيلاتي النفسي قدام المرايه، مثلا انا دوري المجتمع ايه، زوج، اخت، الكلام ده كله، وكمان صفاتك عامله ازاي. تمام، يبقى تخيلاتك عن نفسك سواء تخيلات جسديه او اللي هي تخيلات صفاتك، او مش تخيلات بقى اللي هو صفتك، يعني صوره صفتك وبتاع ودورك المجتمعي. تمام، اما كلمه سيلف استيم مختصره في كلمه واحده فاليو، تقديرك لنفسك، ايفالويشن تقييمك لنفسك، ازاي انت بتقيم نفسك يا عم الحاج. وانت طبعا لما بتيجي تقيم نفسك مش هتنسى تقارن نفسك بنطنط عفاف وبنطنط نوجه وبنطنط منال والكلام ده كله، لا، وانت بتقارن نفسك دايما قصدي وانت بتقيم نفسك دايما بتعمل مقارنه ما بينك وما بين الاخرين، واخد بالك انت؟ ماشي، واستجابة الاخرين ليك. اخر عنصر ان شاء الله هنلك فيه اسمه ايديال سيلف. ايه يا شمس بقى الايديال سيلف؟ هي الحاجة المثالية اللي انت نفسك تكون عليها بس انت مش عليها، واخد بالك؟ طيب يعني ايه اللي هو الشخصية المثالية اللي كلنا بنحلم بها دي يا شباب؟ تمام، طيب بيقول لك هو سيلف وي وود لايك تو بي، يعني الصورة اللي احنا عايزين نبقاها. There is often a difference ما بين الوان سيلف ايمج والوان ايديال سيلف. بص، سيلف ايمج هي الصورة الواقعية اللي انت عليها دلوقتي، سواء تخيلاتك او شكلك جسديا او الصفات اللي موجودة عليك، دي حاجات فيك فعلا، انا مش بكذب. لكن الايديال سيلف اللي هي الحاجه المثاليه، فممكن يبقى في اختلاف ما بين شخصيتك الواقعيه والشخصيه المثاليه اللي انت بتحلم تكون عليها. الانكونجروتي، عدم التطابق، عدم التطابق ما بين شخصيتك اللي انت عليها دلوقتي والشخصيه المثاليه اللي انت بتحلم بيها، فده للاسف بيأثر بشكل سلب على ثقتك بنفسك. على حسب عم كارل روجرز اللي هو الفاندامنتال بتاع الفسيولوجي او مؤسس علم الفسيولوجي او علم الفسيولوجيا الانسانيه، يعني قال ان السيلف ايمج والايديال سيلف كان بي كونجرينت اور انكونجرينت، مش عارفه انطقها كونجرينت، سوري. يعني هو بيقول ان وضعك دلوقتي او صورتك دلوقتي والصوره المثاليه هي اللي انت بتحلم تبقى عليها، والله هما ممكن يتطابقوا وممكن ما يتطابقوش. يعني انا ممكن يا شمس اكون شخص مثالي في وجهه نظر نفسي، وارد جدا، يعني ممكن يبقى فيه تطابق وممكن ما يبقاش فيه تطابق، بس غالبا ما بيبقاش فيه تطابق، عشان كده معظمنا مش راضي عن حياته. congruence between the self image and ideal self، يعني التطابق ما بين الشخصيه اللي انت عليها دلوقتي والشخصيه المثاليه بتاعتك، ده معناه ان في عدل من الاوفرلاب ما بين التو. يعني ايه؟ means that there is a fair amount، يعني في كميه عادله بتاع الاوفرلاب between التو، يعني في تداخل عادل ما بينهم، واخد بالك؟ وده طبعا التطابق ده هيأثر على، هيعمل حاجة اسمها سيلف اكتوالايزيشن، اي تقديرك لنفسك، فانت هتقدر نفسك كويس، واخد بالك انت؟ تمام، فهو فعلا هيحقق انك هتكون بني ادم مقدر نفسك يعني، فاهم؟ لكن عدم التطابق ما بين شخصيتك اللي انت عليها دلوقتي والشخصيه المثاليه اللي انت بتحلم بيها، واخد بالك، ده هيبقى فيه ديسكربانسي ما بين الاتنين، يعني هيبقى فيه عدم، يعني حاجه من
خلاص هرجع كده خدها معاكم بسرعة. تاني يا شباب تاني، دلوقتي احنا اتفقنا ان انت لو عندك عدم تطابق ما بين الصورة اللي انت عليها دلوقتي، سوري، ما بين الصورة اللي انت عليها دلوقتي او الصورة المثالية اللي انت بتحلم بيها، فيكون في حاجة كده عاملة زي ديسكريبانسي، يعني ايه؟ عدم توافق او او تناقض ما بين نفسك وما بين خبراتك، فبالتالي ده هيعمل لك ارتباك، ماشي؟ هيمنع ثقتك بنفسك، يعني انت فاهم حاجة اسمها كونجينيتيف ديسونانس، اللي هو يخليك حاجة عاملة من أنواع التنافر، يعني تنفر من نفسك وبتاع. يبقى شباب، كارل روجر مؤسس اللي هو الفاوندمنتال أو الفوندر بتاع علم الهيميونستيك فيسيولوجي، علم الفسيولوجيا الإنسانية، العم ده قال إيه عن السيلف كونسيبت؟ شباب قال إنها بتتكون من ثلاث حاجات: سيلف إيمج، تخيلاتك عن نفسك، سواء اللي هو أو صورتك عن نفسك، سواء صورتك الجسدية أو أفكارك أو الكلام ده، أو دورك الاجتماعي إيه بعيلتك وبتاع. سيلف إستيم، أي ثقتك بنفسك، تقديرك، ايفالويشن ليور سيلف، تقديرك لنفسك عامل ازاي. وزي ما قلت لك ده عشان تقدر نفسك، فدايما بتعمل مقارنه ما بين نفسك وما بين الاخرين، ما لازم يكون في حاجه بتقدر على اساسها، وكمان بتشوف استجابه الاخرين ليك. اخر حاجه او اخر عنصر اسمه ايديال سيلف، اي هي صورتك المثاليه. فهو بيقول ان في اختلاف ما بين صورتك المثاليه والصوره اللي انت موجود عليها دلوقتي، فعدم التطابق ده بيأثر عليك بشكل سلبي على ثقتك بنفسك يعني. بس كارل روجر قال ان السيلف ايمج والايديال سيلف ممكن، والله يا عم كارل روجر ده قال ان هو ممكن يكون في ما بينهم تطابق وممكن ما يكونش في تطابق. طب يا عم روجر، هو لو في تطابق ايه اللي هيحصل؟ قال لي يا شمس، هيبقى في فير، هيبقى في عدل في التقارب، يعني هيبقى في عدل، هيبقى في فير، حاجة كده فير اماونت اوف اوفرلاب ما بينهم الاثنين. فبالتالي هيبقى عندك حاجة اسمها سيلف اكتواليزيشن، هتقدر نفسك وهتثق في نفسك. لكن لو مفيش تطابق يا شباب، فده هيعمل حاجة من انواع التشوه ما بين نفسك وما بين خبرتك، او اللي هو هيعمل، يعني والله انا كل ما ترجمه بس مش عارفه، بس هي معناها كده، يعني هيعمل تشوه ما بينك اللي هو تناقض، يعني ديسكريبانسي، تناقض ما بين نفسك وما بين خبراتك. خلاص يبقى تناقض او تنافر او تعارض او الكلام ده كله، فده زي ما قلت لك هيعمل لك ارتباك، حاجه من التنافر، هي عقلك هيرفضها، هيبتدي ايه ده، ايه اللي انا عليه ده، وايه اللي انا بحلم بيه ده. فعقلك كده يبتدي يبقى فيه نوع من انواع التنافر، وده هيمنع ثقتك بنفسك او تقديرك لذاتك. هل انت فهمتني؟ هل طيب الديفلوبمنت بقى زي ما قلت لك، طبعا قلت لكم ان الديفلوبمنت ده الدكتور قالت انه ملغي، ماشي؟ و استنى نقراه. والويز برضو، يعني ايه قالت الديفلوبمنت والويز؟ يعني يعتبر اخر صفحتين دول ايه في الباباز كده، بس احنا هنحاول نعمل عنا ونقراه. ولو عايز تقفل الفيديو لحد هنا براحتك، لو مش عايز تقراه معانا براحتك، تمام؟ طيب الديفلوبمنت تطورها، فهو بيقول لك ان السيلف كونسبت بتبتدي انها تتطور من الطفوله. العمليه دي بتستمر كمان خلال حياتك او نمط حياتك، ومع ذلك ما بين الطفوله وما بين مرحله البلوغ السيلف كونسبت اكسبيرينس موست جروس. يعني ايه؟ يعني مش ما بين يوم وليله انت بتفهم نفسك، الموضوع بيتطور. وانت في الطفوله يختلف عن وانت في مرحله الصبا. طيب والله وانت عندك سنتين بتبتدي ان انت تفرق نفسك عن الاخرين، من 3 ل 4 سنين بتبتدي نفهم ان انت منفصل، او انت يعني حاجه لوحدك، يعني تقف قدام المرايه كده فتقول ده انا، انت فاهم؟ اتس ستيج بيبتدي المريض يعرف، سوري، الطفل يعرف شكله، يعني اون فيزيكال كاركتر اللي هو كونسرت ديتيلز، يعني عارف شكله، فاهم؟ في اتنشن للكابابيلتيز بتاعته. عند 6 سنين يبتدي يتواصل ويعرف هو عايز ايه ومش عايز ايه، خلاص، ويبتدي يحدد نفسه بمصطلحات وعلاقته ما بينه وما بين زمايله وكده. طيب من 7 ل 11 سنه بيبتدي المريض ان هو يعمل مقارنه ما بينه وما بين التانيين، وفي العمر ده وصف المريض لنفسه بيبقى ابستراكت، بيبتدي ان هم يوصفوا نفسهم في مصطلحات and not just concrete details they realize that their character exists of الايه الكونتينم. طيب في مرحلة الصبا، هي طبعا مهمة جدا لثقتك بنفسك، لان مفهوم ذاتك بيتكون في مرحلة الصبا، ده دي حاجة أساسية طبعا. وأثناء مرحلة الصبا دي الناس بيبقى عندها خبرة عن الأدوار المختلفة والأشخاص وبتاع. وفي مرحلة الصبا برضو بتتأثر بنجاحك في مناطق معينة وإزاي الآخرين بيقدروك وكلام العسل ده كله. خلاص يا صديقي، يبقى دلوقتي تاني 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 حتة الأعمار دي بتلخبطني، معلش. اول حاجة عايزة اقولها لك، ان مفهومك عن نفسك بيتطور مع الوقت، مش وانت طفل زي وانت في مرحلة الصبا، ماشي؟ طيب وانت عندك سنتين بتبتدي تفرق نفسك عن الاخرين،
ماشي مش عارفه ازاي يعني، اللي هو لحد دلوقتي اصلا انت بتبتدي يعني ماشي. والله من 3 ل 4 سنين بتبتدي انك تفهم انك منفصل وشخص منفرد بذاتك، يعني في المرحله دي صورتك عن نفسك بتكون وصفيه، اللي هو يا ماما ده انا شعري كذا، ده انا بتاع كده. يعني الطفل بيكون في اتنشن للكابابيلتيز، بيبتدي ان هو يوجه نفسه لقدراته، واخد انت بالك؟ يعني هو بيركز مع شكله وفي نفس الوقت مع قدراته، يعني صفاته الجسديه بتبتدي تعلق معاه، تفاصيله بتبتدي تعلق معاه هو وقدراته، يقدر يعمل ايه وما يعملش ايه. يبقى عند عمر السنتين بيبتدي يفرق نفسه، تلاقيه كده واقف لك قدام المرايه يقول لك ماما انا اهو، ده عند عمر السنتين، فاهم؟ بيبتدي يفرق نفسه عن الاخرين، بيبتدي يحس ان اللي واقف قدام المرايه ده هو نفسه، ده مين؟ ده سنتين. 3 أو 4 سنين بيبتدي يوصف لك شكله، يركز مع شكله، طويل قصير بتاع، تلاقي العيل 4 سنين وعمال يسمسم وعامل لك قصه وبتاع، فبيبتدي ان هو ايه يحدد صفاته وانتباهه بيروح لقدراته. عند 6 سنين بيقول لك انا عايز ايه، يعني فاهم ارادته، بيبتدي ان هو يحدد ارادته. يعني من 7 ل 11 سنه بيبتدي ان هو يعمل مقارنات، واخد بالك؟ ويشوف كمان الناس ازاي الناس التانية بتفكر فيه، بيبتدي ان هو يعني مصطلحات كده لقدرته والتفاصيل والكلام ده كله، تمام؟ طيب في مرحلة الصبا هي مرحلة مهمة جدا 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 لمفهوم الذات، يعني حاجة أساسية جدا في مرحلة الصبا، هي دي المرحلة اللي فعلا بيوصل مفهوم ذاتك لقمته، هنا بتفهم نفسك فيها قوي قوي يعني، فهم بتتأثر جدا سواء الناس بيفكروا فيك ازاي، ناجح ولا مش ناجح والكلام العسل ده كله. انا شايفة ان موضوع الاعمار ممكن يلخبط شوية، بس ما تقلقوش، هي كده كده الدكتور ما عملتش على اي نوع من انواع التركيز، بالعكس قالت تشطبوا عليه اصلا. يبقى عند عمر سنتين تبتدي تفرق نفسك، من 3 ل 4 سنين تبتدي تركز مع شكلك وكمان قدراتك، وعند 6 سنين زي ما قلت لك يا ابني بتبتدي ان هو تقول انا عايز كذا، يعني تلاقي العايز 6 سنين يقول لك ايه انا عايز اكل، عايز اشرب، عايز شوكولاته بتاع. من 7 ل 11 سنه اللي هو يعني تبتدي انك تعمل مقارنات مجتمعية، ده ابن طنط فلان، ده ابن طنط علان، الكلام ده. مرحلة الصبا مرحلة مهمة جدا، بتبتدي تكون نفسك، تمام؟ طيب او يعني بتبتدي تكون مفهومك عن نفسك. ايه الطرق يا شمس عشان اطور مفهومي الذاتي؟ look within، بص جواك. we can start by looking at our inner selves، بص جواك، يعني كلام نفسي او يعني اعتقادك عن نفسك وكده. if we feel that our real self who we are is vastly different from ideal self we were to want to be we should invest time and effort to address the difference. معناها ايه؟ لما انت تبص لجواك وتبتدي تحدد هو اللي انا عليه دلوقتي هو الحاجه اللي انا بتمناها، طب لو ما لقيتش اللي انا عليه دلوقتي هو ده الحاجه اللي انا بتمناها، لو حسيت ان اللي انا بتمناه حاجه والوضع اللي انا فيه حاجه تانية، اعمل ايه؟ ابتدي اضبط الوقت واكثف الجهود علشان احدد الاختلاف ده، وبالتالي اظبط نمط ايه حياتي. طيب تشيك نون فيربال كيوز، يعني بيقول لك اجسامنا وعقولنا متصله ببعض، احيانا احنا اللي احنا بنحسه بينعكس على لغه جسدنا، لما تكون قرفان من حد وشك بيكرمش لوحده، واخد بالك انت؟ في وقت احنا بنقدر نعمل ريدايركت، نعيد توجيه مفهوم ذاتنا من خلال حركات اجسادنا، في ناس بتحاول تتحكم في حركات جسدها، يعني على سبيل المثال some of us walk confident to feel confident about ourselves، في ناس يا جماعه تبتدي كده وهي ماشيه تلاقيها كده ايه ماشيه كده رافعه راسها وعامله يعني عامله تفتح كده لعمليه الصدر ومخليه الباك بتاعها ستريت وبتاع، ليه؟ عشان هو يحس بالثقة، لان المشية دي بتحسسه بالثقة، فاهم؟ يعني لغة جسدك هي اللي غيرت انطباعك عن نفسك، واخد انت بالك؟ طيب تعمل قرارات مهمة، بيقول لك ان اللايف ستايل والعادات وبتاع دي بتأثر على السيلف كونسبت تو لارج اكستنت، تمام؟ واحدة من الفاكتور اللي بتحدد ازاي احنا هنوصل لاهدافنا وبتاع، على سبيل المثال سام اوف اس ميك اتس هابت تو سليب اون تايم اند ويك اب اون تايم تو ريمين البروتكتيف ثروت الايه الديت، يعني بيقول لك بعض مننا يا جماعة يعني ايه بيخلي عادته ان هو ينام بدري ويصحى بدري، ده قرار يعني فاهم، عشان عملية انه ينتج ويعمل، لانه ما بيعمل كده وينام بدري ويصحى بدري فبيحسن صفات جسده بالتالي فبيقوم، فالكلام ده كله يعني فاهم حاجه. طيب يبقى زي ما قلت لك الديفلوبمنت يعني انا خدت فيها حوالي 10 دقايق اهو، فالمهم سوري ما كملتهمش اصلا، المهم 8 دقايق باين. المهم ان الديفلوبمنت ان تطور السيلف كونسبت زي ما قلت لك عند 2 سنه تديت ان هو تفرق نفسك عن الاخرين، من 3 ل 4 سنين يا شباب، من 3 ل 4 سنين بتبتدي تفهم انك شخص مستقل، تبتدي تركز مع شكلك، خلاص تبتدي تركز مع شكلك ومع قدراتك. عند 6 سنين بتبتدي تقول انا عايز كذا،
عندي 6 سنين بتبتدي سكس يعني نيد، احتياجات، انا عايز كذا، واخد بالك؟ طيب من 7 ل 11 سنة بتبتدي تعمل مقارنات ما بينك وما بين اللي حواليك. مرحلة المراهقة مرحلة مهمة جدا في التكوين. حد يقول لي هو الديفلوبمنت ده علينا؟ لا بصوا يا جماعة، يعني ربنا يستر. طيب زي ما قلت لك الطرق انك تبص جواك، وطبعا لما انت تبص جواك وتبتدي انك تشتغل على نفسك بحيث انك تخلي انت على الصوره المثاليه بتاعتك وبتاع، وبرده تاخد بالك جدا من حركات جسدك زي ما قلت لك، لان حركات جسدك يا شباب تنعكس، او اللي انت بتحس بيه بينعكس على صفات جسدك. ومع ذلك احيانا الوضع اللي انت بتتخذه زي مثلا انك تمشي بثقه، ده بيخليك تحس انك واثق من نفسك، وكمان تعمل قرارات مهمه. تمام القرار يعني ايه؟ مثلا زي انه مثلا عشان نوصل للصوره المثاليه، يعني انت بتتخذ قرارات عشان توصل لحاجه مثاليه، زي انك مثلا بتقرر انك تنام بدري وتصحى بدري. ليه؟ لانك لو عملت حاجه شبه كده هتزيد عمليه الانتاج بتاعتك وبتاع، فاهم؟ بس الى هنا تنتهي محاضره السيلف كونسبت، اتمنى تكونوا استفدتوا. ادعوا لي بصلاح الحال، اللهم اني استودعك ما فهمت وما قرات وما حفظت وما سمعت، فردوا الينا عند حاجات الى يا رب يا كريم. سلام.